إذا السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم أوريز نيوز. اللي كمل الفيديو حتى الآخر يدير لي واحد اللايك والإعجاب باش يوصل بزاف ديال المغاربة، واللي ما اشترك في القناة ورفع على البطونة الحمراء هي في تحت ديال الفيديو واشترك معنا في القناة باش يوصلوا دائما الجديد ديالنا. إذا كما شفتوا الإخوان الإعلام الجزائري بمجرد أن المباراة ديال الجزائر والكونغو انتهت بتأهل المنتخب الجزائري في الصف الثاني، يعني منطقيا واوتوماتيكمون غادي يلعب مع الاول في المجموعه الثانيه اللي هو المنتخب المغربي، لان المنتخب المغربي منطقيا اهل كاول المجموعه الثانيه لانه فاز على نيجيريا وفاز على الفريق وفاز على جنوب افريقيا وزامبيا عندها صفر نقطه، يعني في المواجهات المباشره واخا خسر المغرب غدا بأي عدد من الأهداف في المواجهات المباشرة فهو الأول. غادي يواجه المنتخب الجزائري، الإعلام الجزائري بدا كيشحن الجمهور ديالو بأن غتكون مباراة جزائرية مباراة مصيرية، فقط هي مباراة رياضية بين جوج ديال المنتخبات، لاعبين شباب أقل من 17 سنة غادي يلعبوا بيناتهم في ملعب قسطنطينية، رغم أن المباراة غتكون مشحونة واللي شحن بزاف اللاعبين ديالو أكثر من القياس أكيد أنه غادي يخرج على المباراة، وإلا كان شي حكام اللي كيعطي بطاقة صفراء وبطاقة حمراء أكيد غادي يتأثر الفريق الآخر ببطاقة الصفراء وبطاقة الحمراء وغادي يأثر عليه حتى في مجرى اللعب وغادي يدير أخطاء يقدر تؤدي إلى الخسارة ديالو في المباراة. آخر مباراة كانت في كأس العرب بين المنتخب الجزائري والمنتخب المغربي، انتهت بفوز المنتخب الجزائري بالضربات الجزاء وتعداو على اللاعبين الصغار ديالنا، يعني ما كانش اللي يحميهم، حتى الأمن الجزائري كان تعدى على اللاعبين المغاربة في ديك المباراة. نتمنى انهم ما يكونش هناك شي كواليس بالامن الجزائري انهم يخوفوا اللاعبين ديالنا واللاعبين صغار 17 سنه قبل المباراه ويدخلوا مخلوعين، ولا ما يكونش تهديد من طرف الجمهور الجزائري والامن الجزائري لهاد اللاعبين ويشوفوا شي حاجه ماشي هي طبيعيه في وسط المباراه، ولا يسمعوا شي كلام من الامن الجزائري بالتهديد بشي حاجه لان اللاعبين صغار ووسط ذاك الجمهور. نتمنى ان الكلمات ديال الركراكي اللي يهضر معاهم انهم لكنهم يتناغوا انهم غادي يلعبوا على الدرابو الوطني رغم ان الملعب غادي يكون كامل عامر بالجمهور الجزائري، الا ان هذه اللعبه في عقلهم فهم كبير وسط الطريقه باش كيلعبوا غادي يديروا شي حاجه ان شاء الله وغادي يتاهلوا للمونديال امام المنتخب الجزائري في الارض ديالو ان شاء الله الرحمن الرحيم ان شاء الله الصمد الاحد. اذا الاخوان بلا ما نطول عليكم لا تنسوا ديروا لايك للفيديو والاشتراك في القناه الى فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.